بلطيم السنه دي حاجه جميله فوق الوصف، العيشه مش رخيصه، الشط جميل. احنا كل سنه ان شاء الله ببلطيم في شط النرجس معاكم ان شاء الله كل سنه. كل حاجه حلوه والله، وحمامات اتعملت وكل حاجه وكراسي وكل حاجه محموله حلوه والله. احنا بنحب مصيف بلطيم وبنحب الشاطئ ده بالذات، الشاطئ ده كويس وهادي وكله عائلات، واحنا طبعا بنحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو موفر لنا الحاجات ديت، وبنحب الرئيس وبنحب البلد وبنحب الناس وهنا طبعا بنفضل الشاطئ ده، لان الشاطئ ده من احسن العائلات هنا فيه، لان الشواطئ التانية طبعا كلها شباب وكلها شباب طبعا كلها شباب يعني ضيقه، انما في بقى طبعا في شباب وناس كبيره وناس عائلات هنا، وبنحب بلدنا والله. شاطئ بلطيم ده شاطئ ممتاز، وشاطئ النرجس يتميز عن جميع الشواطئ اللي حوالينا. شاطئ النرجس ده يعني من افضل الشواطئ، خدمات ممتازه، خدمات رائعه، مكان نظيف، الجو جميل، الناس اللي موجوده ناس محترمه، مفيش مشاكل، مفيش قله ادب، وحتى الخدمات اللي هي في الانقاذ يعني شغالين معانا اول باول وشايفين شغلهم ما شاء الله عليهم والله. كل سنه وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير، وانا دلوقتي في مصيف بلطيم وفي حاجات جميله وملاهي جميله والانقاذ برضه. انا اسمي نور مصطفى، في سنه خمسة، عمر 10 سنين. انا ادعو كل في صيف بلطيم، انا ادعو كل واحد يجي هنا عشان يصيف، كل حاجه رخيصه في كل حاجه هنا والله، وادعو والميه رائعه وجميله جدا والجو جميل جدا. بصراحة مصيف بلطيم يعني من أحسن مصايف، يعتبر عوائل، يعني بيعتبر من أحسن مصايف عوائل، اللي أنت تقدر تجيب أولادك وتجيب عيلتك هنا، اللي أنت تستمتع فعلا بالجو وبتستمتع بالمية وبتستمتع بالمكان الجميل جدا. وبالذات السنة دي كمان بدأوا الصراحة إدارة المصيف عاملة مجهود كبير جدا في تنظيم وتسفيل الشوارع، وعاملة مجهود كبير جدا للمصيف يطلع بأرقى منظر يعني للمصيفين. وطبعا احنا هنا احنا يعني سنويا لازم هنا مش اقل من شهر او شهر ونص لازم نكون في صيف في بلطيم. يعني احنا رحنا اسكندريه ورحنا مش عايز اروح، رحنا شرم ورحنا الغردقه، بس ما بصراحه الواحد يعني مش عايز اقول لك في ناس هتقول لك ايه انت بتستقبل تقول لك ده شرم وغردقه وبلطيم احلى، لا بس بصراحه الواحد هنا بنرتاح في بلطيم جدا 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 كمان يعني.